السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة زيد عماد بي سي في كل ما يخص دروس الرياضيات وتمارين. اليوم ان شاء الله غادي نديرو تصحيح ديال تمارين 6 صفحة 126 اللي متعلق بليزيكواسيون دو برومي دوغري افيك ان سول انكوني، المعادلات من الدرجة الاولى بمجهول واحد. دونك هنايا في هاد التمرين كاينين 6 ديال 4 ديال المعادلات هما اللي غنحلو في هاد التمرين ان شاء الله. فضلا وليس امرا كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، هكذا اي فيديو يطلع في القناه غادي يوصلكم الاشعار ديالو. نبداو دابا في التصحيح ديال التمرين 6 على بركه الله. دونك نبداو في المعادله الاولى اللي هي المعادله ا، كتساوي لنا 2 اكس ناقص 3 كتساوي 11، 2 اكس ناقص 3 كتساوي لنا 11. عندنا هاد 2 اكس هنايا حيت دو نومبر انكوني خصني نرد 3 ناقص 3 للطرف الاخر، ناقص 3 للطرف الاخر. الا بغيت نرد ناقص 3 للطرف الاخر خصني نبدل ليها اشاره، هي زائد 3، دونك غتكون هي 11 زائد 3. 2 اكس كتساوي 11 زائد 3، 11 زائد 3 هي 14. وهنايا ما بين اكس و جوج او اكس كاين عمليه ديال الضرب، والا بغيت نرد جوج للطرف الاخر خصني ندير ليها قسمه، لان الضرب كيرجع قسمه والقسمه كترجع ضرب، ناقص كيرجع زائد وزائد كيرجع ناقص. دونك هنايا غتكون عندنا قسمه هي 14 مقسومه على 2، 14 مقسومه على 2 هي 7. دونك باش نتاكدوا واش هذا الحل هو حل هذه المعادله اولا ماشي حل، كنمشيو لهاد اكس كنعوضوا به 7، 2 مضروبه في 7 هي 14 ناقص 3 هي 11. دونك هذا حل مناسب لهذه المعادله دي. فاش نحلوا شي معادله كنقولوا لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون اي 7، السوليسيون دو ليكواسيون ا سي 7. بي ليكواسيون بي عندي ناقص 4 اكس زائد 5 كتساوي ناقص 9، زائد 5 غنردها للطرف الاخر غتولي ناقص 5. اشارات مهمين في هاد التحويل ديال المعادلات، زائد 5 غنردها للطرف الاخر غترجع لي ناقص 5. وعندي هنايا ناقص 9 ناقص 5 هي ناقص 14، ناقص 9 ناقص 5 هي ناقص 14. دونك ناقص 4 اكس كتساوي ليا ناقص 14، ناقص 4 ما بينها وبين اكس كاين عمليه ضرب الضرب، دونك الا بغيت نرد 4 للطرف الاخر خصها تكون قسمه. ناقص 14 مقسومه على 4 على ناقص 4 ناقص مع ناقص هي زائد، دونك هنا غتبقى لي 14 على 4 غنختزلو بجوج غتبقى لي هي 7 على 2. دونك الحل ديال هاد المعادله هو 7 على 2. شوفوا المعادله سي، 3 اكس ناقص 7 على 2 كتساوي لنا 3، 3 اكس ناقص 7 على 2 كتساوي لنا 3. هاد ناقص 7 على 2 غنردها للطرف الاخر غتولي زائد 7 على 2، هي 3 زائد 7 على 2 غنوحدو ليه المقام، المقام واحد هو 2 غنضربو هنا في المقام 2 وفي البسط 2 غتكون هي 6 زائد 7، 6 زائد 7 هي 13 على 2. دونك 3 اكس كتساوي ليا 13 على 2. ما بين 3 و اكس كاينة عملية ديال الضرب، دونك الا رجعتها للطرف الاخر غتولي عندي قسمة، 13 على 2 مقسومة على 3، اذا هي 13 على 2 مضروبة في المقلوب ديال 3 اللي هي 1 على 2. دونك 13 على 2 مضروبة في 1 على 2 غتكون 13 على 2 مضروبة في المقلوب ديال 3 اللي هي 1 على 3. دونك هي غنضرب 13 مع 1 غتعطيني هي 13، و 2 مضروبة في 3 هي 6. دونك هذا هو الحل ديال المعادلة سي. نشوفوا المعادلة دي اللي هي آخر معادلة. بالنسبة للمعادلة دي، ناقص 5 إكس زائد 1 كتساوي ليا 3 على 5، هاد زائد 1 غنردها للطرف الآخر غترجع ليا ناقص 1. مزيان، هنا غنوحد المقام، ما بين المقام واحد هو 5 غتخرج ليا هي 5 ناقص 5 على 5، 3 على 5 ناقص 5 على 5 هي 3 ناقص 5 اللي هي ناقص 2 على 5. مزيان، هنايا ما بين ناقص 5 و إكس كاينة عملية ديال الضرب، دونك إلا بغيت نرد 5 للطرف الآخر خصني ندير ليها قسمة، هي ناقص 5 ناقص 2 على 5 مقسومة على 5 اللي هي ناقص 2 على 5 مضروبة في مقلوب ديال ناقص 5 اللي هي 1 على ناقص 5. كنتمنى تكون مفهومة. هنايا ناقص حيت هنايا ناقص 2 على 5 مقسومة واحد الكسر كبير على ناقص 5، يعني ناقص 2 على 5 مضروبة في المقلوب ديال ناقص 5 اللي هي هي 1 على ناقص 5. غتكون هي ناقص 2 مضروبة في 1 هي ناقص 2، و 5 مضروبة في ناقص 5 هي ناقص 25، وناقص مع ناقص هي زائد، دونك هي 2 على 25. هذا هو العدد، 2 على 25 هو الحل ديال المعادلة دي في تمرين 6 صفحة 126.